السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحفظ شخصية عبان رمضان. راح نقول أول شيء اللي هو مناضل جزائري، من بعد واش راح ندير؟ الأحسن هذيك مناضل جزائري راح نكتبها، على كلنا أنا عارف الآن بأن بما أنه مناضل جزائري. هاد الألف هذه راح نطلعها كما هكذا، ندير خط كما هكذا ونكتب فيها حاحي. واش هي هذه حاحي؟ حركة انتصار الحريات الديمقراطي. إذا عبان رمضان مناضل جزائري عضو في حركة انتصار الحريات الديمقراطية. نسقسيكم في رمضان واش نديرو؟ أكيد نصومو. إذا الصوم باش نربطوها بواش؟ مؤتمر الصومال. راح نقول من منظمي مؤتمر الصومال، أو نقولو كان له دور كبير في مؤتمر الصومال، ما يهمش، اختاروا اللي تعجبكم. إذن عبان رمضان قلنا مناضل جزائري عضو في حركة انتصار الحريات الديمقراطية من منظمي مؤتمر الصومام، أو كان له دور كبير في تنظيم مؤتمر الصومام. ما تنساوش تكتبوا لي تعريف الشخصية في تعليق هكذا باش تساعدوا الفيديو على الانتشار. وبلا ما نقولكم شاركوا الفيديو مع الزملاء تاعكم لتعم الفائدة، وكتبوا لي أي شخصية ولا تعريف لمصطلح في الجغرافيا حابين تحفظوه. كان معكم يوسف ماروسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.